حسن، نحن اتنيناتنا جدايا صح؟ أنا 2 يناير، أنت كم؟ 3. ثلاثة. كان في حديث مرة سمعتك يعني وقت بماسك سينجر، وقت كنت عم كذب عليك كل الوقت وعمل لك انه انا مو انا وانا مو الطاووس وانا ماني بالبروجرام اصلا. اوكي. سمعتك عم تحكي على التليفون عم تقول شيء انه ايه وبعد يومين وثلاثة وديني وثلاثة اربع ايام وبأكلمك وبعد ساعتين وما بعرف شو. قلت لك شو القصة؟ قلت لي شيء انا مدعو عليه والصراحة انا ما حابب روح. قلت لك بس انت كل شيء حكيته ما بيدل على انك انت ما حابب تروح. قلت لي اصلا انا بحب كده يعني ما بحب زعل الناس. قلت لك بس انا بالاخير هيك رح يزعلوا يعني. قلت لي مش عارف ما اروح ما اروحش اروق يعني. حسيتك متردد ومن وقتها قلت شي يوم بدي ارجع احكي معك بالموضوع. انت حسن متردد صح؟ لا مش متردد. بصي، ساعات بتردد في حاجات ليها علاقة بالشغل، بس في الآخر ما بعملهاش. يعني طالما ترددت في حاجة بتبقى في الآخر مش عامل. سألته لحسن عن التردد لأنه حسيت فيه أنه هو متردد. هو إنسان شوي متردد وغير حاسم. أنت كده برضو؟ صراحة. أنا الحاجة اللي بتعجبني ما أنا ليش حسيت فيك؟ لأني أنا كنت أعمل هيك. كنت هلا لازلت طبعا بس يعني اذا كنت اعملهم هدول هالقد هلا صرت بعملهم هلا. بس هيك كنت اعمل. ما بحب احسم الامور. خاف بدي لا ما بدي بلكي. طب خلص خليها هيك بلكي بتجي لحالها بلكي ما بتزبط لحالها. انا في حاجات بشوفها تعجبني على طول في ثواني يعني، مش باخدش راي حد. لا هيدا اكيد. وفي حاجات ببقى بسأل كتير فيها وببقى متردد فيها لأنه بس تعال نشترك بشي وإذا بتوافقني الرأي. لأنه أنت ما بتكون الأوكي من عندك 100%. إذا كنت أوكي موافق عليها خلاص ما بتسأل حدا. بس تحس أنه عندك شك بدك ما بدك تزبط تقعدي بقى فترة بتصير بتلف صح وبتسأل. وفي الآخر خالص أغلب المرات بالنسبة لي ما بتعملها بنسبة 80% ما بعملهاش. ما بتعملها. بالنسبة للموقف ده أنا فيها طبع مفروض إن هو طبع كويس، بس هو طبع بيضايقني اللي هو أنا دايما بحب إن أنا يعني ما زعلش حد وإن أنا أعمل اللي أقدر عليه للناس. أوكي. سهو كويس للناس بس متعب بالنسبة متعب لك. لو أنا مثلا حاجة قادر إن أنا أعملها فبعملها، مع إن ممكن أبقى أنا مش عايز أعملها، أو العدد الكبير اللي أنا يعني سي مثلا معزوم على 10 مثلا افراح، بقول لك اي حاجه دلوقتي. اوكي. فكتير بالنسبه لي 10 افراح مثلا هروحهم مثلا في 3 ايام، فاروح 5 اروح 6، فاهماني؟ تعمل جهدك للماكسيموم يعني. فبعمل جهد الماكسيموم وكلها حاجات بتبقى يعني ممكن كمان تبقى مزعجه لك. نتشابه بهذا المطرح كتير، يمكن مشان هيك حسيت فيه لانه حسيت انه في شيء مني. بس يمكن انا سابقته خطوه لقدام، بلشت اشتغل على الموضوع من اكثر من 10 سنين.